حسن جمعه، الرئاسه المشتركه لبلديه الشعب بالجرنيه. ضمن اطار عمل بلديه الشعب بالجرنيه وضمن مشاريع 2022 قامت بلديه الشعب بالجرنيه بعده مشاريع، منها مشروع الصرف الصحي في الحاره الغربيه في بلده الجرنيه. ياتي اهميه هذا المشروع كونه يخدم مجموعه من المنازل والحد من انتشار الروائح والامراض نتيجه الجوار الفنيه التي يستخدمها الاهالي. يبلغ طول المشروع تقريبا 460 متر بقساط 230 قسطل بقطر 60 سنتيمتر. التكلفة الإجمالية للمشروع 41,100 دولار. تم البدء بالمشروع بتاريخ 25 تموز الماضي وسيتم الانتهاء منه في الأيام القليلة القادمة. طبعا هذا المشروع هو ضمن إطار عملية إطار بلدية الشعب في الجرنية. وضمن المشاريع ايضا التي اطلقتها بلديه الشعب في الجرنيه لعام 2022 مشروع جسر في قريه الجبل الابيض، هو عباره عن ملحق للجسر القديم بطول 12 متر وارتفاع 210 سنتي وعرض 230 سنتيمتر. تبلغ تكلفته هذا المشروع ب 13,000 دولار. تم العمل به بتاريخ 28 تموز وتم الانتهاء منه بتاريخ 25 اب، حيث تأتي أهمية هذا المشروع كونه يخدم القرية، كون المسيل المائي يقع ضمن القرية، وكونه صلة وصل أيضا بين جزاي القرية ومنع السيول والفيضانات التي تحدث في أيام الشتاء. وأيضا من المشاريع التي أطلقتها بلدية الشعب في الجرنية هو مشروع عبارات أنبوبية على طريق الحمرات الجمعات. تأتي أهمية هذا المشروع كونه يعد صلة وصل بين الجرنية والقرى الجنوبية على طريق البحيرة ومنع السيول التي تحدث في الشتاء ومنع انجراف البقايا في هذا المشروع. المشروع عبارة عن أربع عبارات قسطلية تم البدء بها بتاريخ 27 تموز وتم الانتهاء منه بتاريخ 1/9. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 13,000 دولار أيضا. ومن المشاريع التي أطلقت أيضا لعام 2022 مشروع رصيف ورديف ضمن قرية الكلي، تم البدء به بتاريخ 1/9 ومدة المشروع 40 يوم. هذا المشروع عبارة عن رصيف بطول 600 متر. تأتي أهميته كونه يعطي منظر جمالي للشارع العام، وكون هذا المنطقة مثلث يصل بين جرنية الطبقة والجرنية منبج. وأيضا تم الإعلان عن مشروعي تعريض مدخل الجرنية الغربي ومشروع الرصيف الرديف في الحي الجنوبي، وسيتم البدء بهم في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وأيضا تمت مناقشة مشاريع 2023 لوضع عدة مشاريع تأتي أهميتها كونها تلبي احتياجات المواطنين، وسوف يتم دراسة عدة مشاريع أيضا منها زفت وصرف صحي وردميات كونها تشكل الأولوية الكبرى في ضمن بلدة الجرنية.